السلام عليكم، صباح النور. صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نهار جديد او فلوج جديد. صورت لكم شي يومين هادي، قلت اليوم غادي ندير لكم فلوج. المهم البنات، انا يلاه فقت، ماشي يلاه فقت، فقت قبيله صراحه، شي ساعتين ولا 3 سوايع وانا فايقه. مشيت جمعت الدار بعدا، داك الجميع ديال الخفيف وصافي، راكم عارفين الشغل الكثير تقريبا كنحيدو عليا بالليل، خصوصا المال ما كنخليهمش يصبحوا ليا الصباح، باش عرفتي بيني وبينك والله ما تنحملش نفيق ونمشي للكوزينه ونلقى فيها الروين هاد الماعن وداكشي، نصبح على الماعن هما الوانين. كنفضل انني واخا يكون فيه المود نعس نغسلهم بالليل عاد نمشي الناس، باش ملي كنفيق الصباح كنمشي يلاه نطرف الصالون الى كهبه اللي مروان او لا صافي، وكنمشي كنوجد فطوري. المهم كما قلت لكم انا راني ساليت الروينه وهذا وفطرت وكلشي، دابا غادي نمشي باش نلبس حوايجي غادي نخرج. المهم بعد اليوم الجمعه، جمعه مباركه لكم كاملين، مولفه لكم مولفيني زعما الجمعه كنمشي عند الوالده كناكل الكسكسو بحق. اليوم لا، اليوم معروضين عند جميله، جميله كاتبه لي زارتيكل ديال اكسيون، قالت لنا خصكم تجيو باش تغداو عندي، حيت صراحه شحال هذه كتقول لنا امينه خصك تجي تاكلي الطاجين، راكم عارفين الطواجن تشلوح على الناس، انت يا شلحه الطواجن تشلوح كيطلعوا غزالين، ما عندي ما نقول لا يعلى عليهم كي كنقولوا، كيصرعوهم تحيه الشلوح كاملين فين ما كانوا. حنا راه حاسبوا لينا الشلوحين، تكبرنا معاهم، كبرنا في اكادير وتزادينا في اكادير، بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي اللكنه ديالك فيها اللهجه ديال هكا شويه الشلحه، حيت البنات انا كبرت هنايا في اكادير وتزاديت هنايا في اكادير، ولكن انا الاصل ديال الوالد ديالي من الصويره، يعني العرب ديال الصويره ماشي الشلوح ديال الصويره، ولكن كما كنقولوا صافي تخلطنا مع الشلوح وصافي، اصلا مناسبين مع الشلوح وكلشي، شلوح لا يعمرها دار وهذا مكان. كما قلت لكم غادي نمشيو عند جميله انا وخواتاتي، غادي نطرقوهم في الدار عند الوالده، عاد نمشيو مجموعين. كاينه فاطمه نيس، غادي نمشيو عند جميله مجموعين. هذا مكان بالنسبه للعشيه، ما كاينش عندي شي بروغرام سبيسيال بالحق. قالت لي مجده بلي كاينين لي سولد، مجده صاحبتي قالت لي كاينين لي سولد، كاينين لي ماغازان اللي دايرين 50 كاين اللي دايرين 70%، داكشي علاش نقدروا العشيه نمشيو نجيبو دويره نشوفو. راكم عارفين انا مروه هي اللي كتعجبني، واخا بيني وبينكم مروه ديال اللي كاينه في مارينا اللي كاينه زعما على لاكوت حسن من ديال بالنسبه للسيرفيس، علاش كنهضر لكم حسن من ديال شارع الحسن الثاني، والله العظيم زعما ديال شارع الحسن الثاني الله يسمح لهم وصافي، مخدمين تما شي وحدين ما نعاودش لكم. هذا المشكل ماشي غير معايا ولكن مع الناس كاملين، انا هادشي الى 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 اضطريت انني نمشي، كنمشي لهذيك ديال الحسن ثاني، اما الاغلبيه كنمشي للاخرى فين كنتقدا تما فين كنلقى راحتي وصافي. هذا مكان. المهم هانتوما معايا العشيه، اكيد اللي درتها غادي نصورها لكم بحال ديما، غنبارطاجي معكم كلشي، غنصور لكم نهاري كيفاش غادي يدوز. باقي عندي واحد الكويز ديال القهوه، غادي نكملو عاد نمشي باش نوجد راسي ونلبس حوايجي، وهانتوما معايا. عرفتي يا البنات نقول لكم واحد الحاجه، عرفتي شكون اللي وصلني دابا فاش كنت خارجه من الدار؟ وصلتني واحد الابوني قلت لها غادي فطره، قالت لي طلعي نوصلك الله يخطيكم عليا. المهم جيت لا باغيت دوغي اللي كاينه في الجهه دي باش ناخذ معايا شي حاجه، عاد من بعد نمشيو عند جميله. احنا يلا وصلنا عند جميله، واحد الطويجين يا البنات، عرفتي هاد الطويجين ديالها ضربتني الريحه ديالو، اش نقول لكم بعد دخل هاد العماره ريحته كتشهي ما شهيتكم فيه اللي كتوحم تسمح لينا، تبارك الله عليك لالا جميله ما عندي ما نسالك. المهم البنات نسيت ما قلت لكم واحد القضيه، جميله راه حتى هي غادي تحل لكم قناه باش تبقى تحط لكم فيها ديما الجديد ديال لي زارتيكل اللي كتجيب، راكم عارفين زعما هي يعني ملي كنتقدا تبقى تحط لكم الجديد ديالها. اليوم غادي تصور لكم اول فيديو تعريفي ديالها، غادي نحطو لكم لي صندوق الوصف باش تمشيو عندها، ما كرهتكمش حتى هي تشجعوها، وهي زيدت فاطمه الكوزينه حتى هي صاحبتك وتزيدك الكوزينه شنو راه عندها، عطاتك بيجامه لبستيها شكون بحالك والله الا عطاتني بيجامه، وراه ديك السعيه صحبه معقولي ياك كلشي يدير يديه، وهاد بيوتي باي امينه قالت تصور فينا زيد وراه شبغيتو كنصور فيكم واش بغيتو مزال لا بنتي هاد الحاد قالت لي انا ديري وشي ناس الله يحميهم الوالدين، واه انتي عزه لينا وليد الله يعطيك الخير. المهم بقات لنا غير صاله تقريبا الطاجين راه صافي عينين وجد نقصوا باش نتغداو، كما قلت لكم عرفتي واحد الريحه طالعه منه ما شهيتكم، يا سلام غزاله. انا اصلا كيعجبوني الطويجنات ديال الخضره كيحمقوني، انا قلت ليها والو كما قلت لكم الصباح هي كانت قالت لي الطاجين، قلت لها انا بغيت الطاجين ديال الخضره ما بغيتش اللحم ولا الدجاج بوحدو ولا الطاجين بالخضره كيجي بنين بنين. وهاو الطويجين حلينا باش نشوفوه،
الجلبانه والبطيطه كيشهي البنات. سمحوا لي كما قلت لكم اللي كتوحم، عطي واحد الريحه طالعه من نكه تحمق. ها هي الشليده اللي صايبات فاطمه. المهم حنا غادي نجلسوا دابا باش نتغدى. شلاده شلاده هذه سبيسيال، درت فيها الكركاع واللوز، فروماج، مطيشه، الخس، الخيار وزيت ارغان. غندوقها البنات هاد لا سالاد، الا عجبتني غادي نصورها لكم على الرسولين. اش من فروماج درتي فيها؟ المهم هادشي كيشهي، حنا غنجلسو نتغداو دابا ولا نعاودها نتلاقاو من بعد. حنا البنات خرجنا من عند جميله، جينا دابا المروه اللي كاينين في لاكوت، دايرين البلاك فريداي ناقص 30% كما كتشوفوا. غادي ندخلو نشوفو اشنو كاين عندهم، من هنا نجيب لكم دويره حتى نتوما تشوفوا لي سولد. هنايا يلا دخلت المروه. ما قدرتش البنات نصور لكم ونهضر في الفيديو مباشره حيت كان الصوت ديال الموسيقى مرتفع بزاف، داكشي علاش. المهم كنحاول انا نوريكم بعض الموديلات اللي كاينين. صراحه بيني وبينكم مروه ما ناقصينش بزاف، يعني ما دايرينش لي سولد بزاف، وحتى الحوايج اللي مسولدين فيهم يعني ماشي شي حاجه. انا بعدا الذوق ديالي ما عجبونيش الحوايج اللي دايرين فيهم لي سولد، ما عرفتش يعني كله والذوق ديالو. حاولت انني نجيب لكم هكذا دويره شويه باش تشوفوا اشنو كاين واشنو حاطين. كما كتشوفوا كاينين المونطويات، كاينين انا غادي ناخذ بحال هاد المونطو حيت عجبني صراحه. شوفوا كيفاش كيجي في اللبسه. كي البنات انا يلا خرجت من مروه، غنقول لكم واحد الحاجه. تخاطرت انا وصاحبتي داك النهار على شي حاجه. المهم تخاطرنا على شي حاجه بلا ما نقول لكم شنو هي، وصدقت انا اللي عندي. ضحكت لها الا جاب الله انايا اللي ربحتك غادي تشري ليا من مروه لبسه كامله، والا هي اللي ربحتني غادي نشري ليها انايا. صدقت البنات انا اللي ربحتها وفزت بلبسه ها هي. تمشي للدار ونبارطاجيها معكم، شتي شحال زوين تخاطروا مع شي حد شتو. انا يلا دخلت للدار البنات، جيت نيشه الكوزينه غير بدلت حوايجي، جيت باش نوجد العشاء هو الاول نحيدو عليا. عاد من بعد نمشي نشارك معكم اشنو خديت اليوم. بالحق بيني وبينكم ما كاينين لا لي سولد لا والو، داكشي علاش ما صورت لكمش اصلا. غتشوفوا بلي ما صورت لكمش بزاف فاش كنا خارجين. ما اش نقول لكم، كاينين اللي مكازا اللي ما دايرينش السولد، كاع دوك اللي دايرين السولد دايرينهم غير في شي حوايج قلال وشي حوايج اللي بيني وبينكم ماشي حتى لهي. يعني الحوايج اللي راهم زوينين ما مصولدينش البنات، والله ما مصولدين، باقي داكشي في نفس الثمن ديالو. المهم كما قلت لكم جيت باش نحيد عليا العشاء هو الاول، غادي ندير غراتان كما كتشوفوا. عندي لي بات سلقتهم، يعني لي بات خذوا اي نوع ديال لي بات كما كان عندكم. انا عندي هاد الفيسات لوغاش كيقولوا لهم، هادو سلقتهم. كاين عندي الفرماج، انا كيعجبوني البنات الغراتان يكون معلك بالفرماج، داكشي كتبان لكم الكونتيتي كثيره شويه. كاين عندي لاصوص بيشاميل اللي قديتها، راه سهله كديروا غير الدقيق وشويه الزبده كتحركهم ديروا معاهم الحليب وشويه ديال الكوزه. الكوزه تقدروا تحيدوها، انا كاع ما دايراها هنايا، ديروا مع شويه البزار شويه الملحه. وخديت هنايا لاداند دوزتو في واحد، تقدروا ديروا لاداند كما تقدروا ديروا صدر ديال الدجاج، دوزتو غير في واحد شويه ديال الزيت درت معاه مليحه حتى هو، ودرت معاه شويه ديال البزار. ودابا غادي نبداو اول طبقه غادي نديرها تنحيد. كاين واحد شويه ديال البيشاميل في التحت، هادي اسهل وجبه بالنسبه للعشاء، كتوجد دغيا وكتجي في نفس الوقت بنينه. غادي ندير لي بات، نمشي انا باش نرجع. غادي ندير واحد شويه ديال الدجاج، هاد لاند كما قلت لكم تقدروا ديروا الدجاج ديروا اللي بغيتوا. غادي نزيد واحد شويه ديال البيشاميل، عرفتي البنات بعدا واحد القضيه بالنسبه ل كما قلت لكم قبيله، كما قلت لكم فاش كنت خارجه قبيله من الدار في الصباح، فاش كنت خارجه تلاقيت مع واحد الابوني
فاش يلا خرج ندور، قالت لي هي تعيط لي، كانت غدا وقيله بتوصل بنتها للمدرسه، قالت لي امينه طلعي نوصلك. قلت لها شتي شتي والله الا لا خطيكم عليا بعدا لي زابوني ديالي قاعدين معايا غرض لا خطيكم. وتحيه للبنات كاملين، تلاقيت صراحه مع بزاف ديال البنات اليوم، سوا في مروه في زهره في مافي، تلاقيت مع بزاف ديال البنات، تحيه كبيره لكم والله الا شكرا لكم بزاف، زعما كتشوفوني كتجيو عندي وكتكبروا بيا كتسلموا معايا لهلا خطيكم، زعما راكم حتى نتوما اعزازات صراحه والله العظيم. المهم البنات كما كتشوفوا هنا، درت طبقه ديال الفرماج احمر محكوك، كما قلت لكم انا غادي نحاول نكثر الفرماج حيت كيعجبني يجي هكا معلك، انا ما كليت حتى شي حاجه من الغدا، من درت لا كوتي لا والو، داكشي عشان ناكل واحد شويه الهدراته مع راجلي وبنتي. ودابا غادي نزيد لي بات من الفوق، وغادي ندير عليه عاوتاني داك الدجاج، علاش نقولي دجاج؟ لدن لدن بيبي بيبي يا بيبي. غادي ندير نفس الطبقات اللي درت لتحت هما اللي غادي ندير دابا، كيبان لي عمرت بزاف وقيل صافي. غادي نخوي هذيك لا بيشاميل اللي بقيت، خاطر شويه كما كتشوفوا صافي. وغادي نزيد عليه الفرماج من الفوق، وغادي ندخلو الفران، انا ديجا درت الفران كيسخن باش دغيا دغيا يوجد ليا، غادي ندخلو الفران غير يدوب عليه هذا الفرماج من الفوق صافي ونخرجو. كما قلت لكم اسهل وجبه عشاء اللي تقدروا تحضروها هي كتوجد دغيا دغيا، حتى الوليدات الصغار كيبغيوها. صافي غادي ندخلها الفران باش يتكراتينا ليا هاد الكراتان كما كتشوفوا البنات، وحتى نتعشى نتلاقى معكم من بعد باش نشارك معكم كما قلت لكم اشنو ماشي اشنو انا تقديت غير شي حوايج قلال، ولكن نشارك معكم شنو خدات ليا صاحبتي كما قلت لكم، راه حنا تخاطرنا صدقات هي اللي مخلصه. انا رجعت لكم البنات من بعد ما تعشيت، جيت غير باش نشارك معكم شي حويجات اللي تقديتهم، ها هما كما كتشوفوا هنايا. المهم بالنسبه للمشتريات يعني ما بغيتش ندير لكم فيديو خاص عليهم، يعني نشارك معكم المشتريات ديالي في فيديو خاص، ولكن قلت هكذا ندخلهم فلوغ نشارك معكم اشنو خديت اليوم من ما يسمى بالبلاك فريداي، ولكن ولات ما كاين لا بلاك فريداي لا والو عندنا في هذا اكادير. بيني وبينكم كما قلت لكم قبيله كاينين شي حوايج قلال اش دايرين لي سولد، وداكشي اللي دايرين لي صولد بيني وبينكم ماشي شي حاجه فهمتوني، يعني الحوايج اللي زوينين تقدري تهي انك تشريهم اولا باقي الثمن ديالهم هو هو. وكاينين شي ماكازات اللي ما دايرينش كاع لي صولد، يعني كاينين شي وحده اللي دايرين لي صولد، كاين بحال مافي، مافي ما دايرينش كاع لي صولد نهائيا. المهم غادي نشارك معكم داكشي اللي كاين تما، ولكن قبل بغيت نوريكم هاد الاباجورات هادو، شوفوا يا البنات شحال زوينين، شوفوا شحال غزالين، كاينه هادي هنا والاخرى راه هي بحالها نيت، حطيتها في الجهه الاخرى، كتجي على شكل نوطه ديال الموسيقى صراحه غزاله، باش نقرب لكم باش تشوفوها مزيان، شفتوها
والضو ديالها يا البنات راه مجهد 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 ديال بصح. ما واش واضح لكم ولا لا؟ راه عتي غلب على الاضاءه اللي كاينه عندي في البيت صراحه زوينين بزاف. هادو البنات خليتهم من عند اوماديك، اوماديك اللي كان في تيزنيت صيفطهم ليا كما قلت لكم. يعني فاش كنكون باغا شي حاجه ولا فاش كنكون كنشوف شي حاجه عنده في لاباج ديالو ولا فاش كنكون انا باغا شي حاجه كنقول ليه واش كاين عندك هاد الحاجه، كنصور نصيفط ليه التصويره اولا في الخاص، يا اما كيجيبها ليا يا اما كيوصي عليها كيجيبها اولا كيقول ليا كاينه ولا ما كايناش. المهم هادو فاش شفتهم قلت لي بغيت شي اباجورات اللي نحطهم هكذا في البيت ويكون فيهم الدوغي والبيض. وراني هذا الموديل حمقني، كاينين عنده موديلات اخرين غزالين يا البنات. كما قلت لكم هو تيصيفط، يعني انا صيفطت ليه الفلوس وصيفطهم ليا في الطاكسي، كيصيفط لكم الامانه ديالكم كتوصل حتى للدار، كيكون داكشي اومبالي مزيان صراحه. السيرفيس عنده توب دو توب هذاك السيد اللي عمر هذا والله العظيم، الا تنقول كلمه حق في حقه ماشي تنشكر فيه غير هكاك. هادو البنات حسبهم ليا بثمن ديال كما قلت لكم البنات حسبهم ليا بثمن ديال 230 درهم الوحده، ولكن راه يستاهلوا. ما عرفتش واضح لكم ولا راهم كبار، يعني ماشي حاجه ليا صغيره. هذه والاخرى 230 درهم الوحده، بلاتي نطفيها كاع باش تبان لكم الشكل ديالها مزيان. شفتوه شفتوا الشكل ديالها شحال زوين، حتى تعطوني الراي ديالكم كيفاش جاوكم. المهم انا بالنسبه للبيت نعاسي خديت هاد الجوج، وحده درتها انا وحده درتها في الجهه الاخرى. وبالنسبه لصوفيا خديت ليها وحده ديال ايلو كيتي غزاله حتى هي كتحمق، تنوريها لكم من بعد. ما بغيت غير نفيق بنتي دابا حيت نعستها، حتى الغدا ولا حتى شي فلوق اخر غادي نشارك معكم الاخرى اللي خديت لبنتي. خديت تاع صوفيا خديتها لها ب 130 درهم 130 درهم. هذا مكان، وغادي نشارك معكم شي حوايج اللي كاينين هنايا بعدا البنات. راني درت بالنصيحه ديالكم كما كتشوفوا هنايا، حيدت هذوك لي بارفان اللي كانوا عندي، حدي خليت هذيك حيت هذه استعملتها اليوم وداكشي اللي بقات تما. هنايا درت فيه الروتين ديالي، يعني داكشي اللي كنستعمل كل ليله. بالنسبه للروتين راكم وليتو كلكم كتعرفوا، اكيد كنغسلوا جيب لاكور صابونه. هادو يا البنات راهم خطيرين جدا، هادو ديال وفاء بيو والله ما شد عليهم شي درهم، ماشي اشهر ولكن كيستحقوا انني نهضر لكم عليهم، زوينين بزاف. الناس اللي كيعانيو من تشققات ديال الفم في هاد البرد وكان عندكم المشكل، يعني انا كان عندي داك المشكل الحليه. كما قلت لكم كان عندي داك المشكل فمي ديال التشققات وكل شيء، كنستعمل هادو تهنيت بمعنى الكلمه. واكيد هذا الكونتور ديزيو كندير ليه هذا بالنسبه لا كريم دو نوي، هذه كندهن بها يديا كل ليله زوينه بزاف كتبيض. هذه ديال نايا كدير 150 درهم، هذو كنت هي توصلت بهم انا كادو من عند نايا كرياسيون. كندي ماكياجي غالبا بكارني، كاين عندي حتى هذا ديال ايفوشي الاخر ديال بيبي كوزميتيك، ولكن هادو كامل كنفضل فيهم هذا ديال كارني هو اللي زوين بزاف. المهم هذا هو الروتين ديالي، انا حاطه هنا باش كيجيني قريب كنستعملو كل ليله. اشنو هي النصيحه اللي درت بها؟ هي انني نوريكم حيدت البنات بعدا. شوفوا واحد الفرحه فاش كتكونوا جامعين الماريو. شوفوا لي سنتر كل واحد بشكل، مازال ما خديتش انيا لي سنتر باش نديرهم هكذا يكونوا كلهم بحال بحال. المهم البارح جلست جمعت هاد الروينه كامله اللي كاينه عندي في البيت، نظمت كل حاجه بوحدها. هادوك الكراتن غيبانوا لكم تما هما فاش وصلوني هاد المخدات اللي غنشارك معكم دابا واحد شويه. النصيحه اللي درت بها البنات هي انني حيدت لي بارفان ديالي وحطيتهم هنايا. بزاف البنات كانوا كيقولوا لي امينه لي بارفان ديروها فشي بلاصه، ديروهم فشي بلاصه اللي كتكون مظلمه خبيهم باش هكا كيبقى يعني يعطي المفعول ديالهم كتر، يعني فاش كيكونوا معرضين الضو كلشي بحال قلتو كيفقدوا داك الجهد ديالهم. صراحه بزاف البنات كتبوها ليا داكشي علاش حيتو من هنا. كنت انا هنا دايره غير فيه غير الصبابط، مسحتو مزيان واستفدت فيه هذوك لي بارفان كاملين. الا نتوما مهتمين البنات باش انني نشارك معكم لي بارفان اللي تقدروا تستعملوا فوقيت البرد، نشارك معكم لي بارفان اللي مناسبين في الاثمنه ولي بارفان اللي راهم طالعين شويه في الاثمنه. انا راه الاغلبيه ديال البارفانات ديالي جد مناسبين، ماشي داكشي سينيل غالي بزاف، نجي وحدين قلال يعني اللي واخدهم غاليين، اما الاغلبيه يعني كي كنقولوا غير الرويح ديال الدراوش بحالي بحالكم داكشي مناسب في الثمن. الا كنتو نتوما مهتمين بغيتو نعطيكم هكا شنو هما الروايح اللي كنديرها توقيت البرد على الراس والعين، قوليها ليا ندير لكم فيديو خاص عليهم. هذا مكان بالنسبه لي بارفان اللي بنشارك معكم اليوم، ها هما كاينين هنايا وتوصلت حتى بشي مخدات اللي هما هادو. شوفوا معايا شحال زوينين هادو البنات، جاوني غير كادو ما خلصتهمش لا هما لهاد البارفان حتى هما جاوني غير كادو. غادي نشارك معكم بالنسبه لي فوندوز اللي كيبيعوا هاد لي زارتيكل هادو، صيفطوا لي هادو كادو من عندهم باش نشاركهم معكم. وانت نتوما زعما اللي كنتو مهتمين وعجبتكم الفكره وعجبكم هادشي اللي كيقادو تقدروا تكومونديو من عندهم. هادو دي فوندوز في الانستغرام.
بالنسبه للفوندوز الاولى صيفطات لي هاد جوج مخدات اللي كيجيو على هاد الشكل. صراحه هادو كانوا عاجبيني شحال هادي، حمقوني بيني وبينكم حتى لا كاليتي. بلا تنقرب لكم باش تشوفوا، شوفوا كما قلت لكم البنات لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف، وخصوصا هادو اللي حمقوني. هادي مكتوبه فيها صوفيا، قلت لها ديرها ليا بالغوز بحال هكذا، غوز بيبي هكا في لاباز، وغوز فرنسي واحد شويه باش مكتوبه السميه. وبالنسبه لهاد الاخرى مكتوبه فيها سميتي امينه بحال هكا، هي في البيض ومكتوبه بالغوز. صراحه انا عجبوني، حتى تعطوني حتى نتوما الراي ديالكم وتقولوا ليا كيفاش جاوكم، واش عجبكم ولا لا. بالنسبه للبنت اللي كتقاد هاد المخدات كتقاد بحال هكا، عندها لي كادر اللي كيتعلقوا في الحيط، عندها يعني بزاف ديال لي زارتيكل اللي زوينين بزاف، تقدروا تزينوا بهم الغرف ديال النوم ديالكم ولا ديال وليداتكم ولا الصالونات ولا بزاف د الحوايج. المهم انا غنحط لكم البنات نحط لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها وجيبوا عندها طليله في داكشي اللي كدير، ما فيها بس كما قلت لكم اننا نعاونوا بعضياتنا، اي واحد بادي في شي بروجي صغير اننا نتعاونوا معاه. بالعكس بحال هكا راه يعني كنهزوا بعضياتنا كي كنقولوا، وانا كنشجع البنات كاملين كل وحده تنوض دير شي حاجه في حياتها، ما تبقاش غير جالسه. صراحه سوا ديري اللي كان، ديري قناه في يوتيوب منها تنفعي بها، من عاد تنفعي الناس بها، ديري شي مشروع، ديري شي حاجه. الخدمه ماشي عيب، الجلاس في الدار البنات هو اللي خيب. الخدمه ما عمرها ما كانت عيب. كنشجعكم كاملين انكم تنوضوا وتخدموا، ما تبقوش غير جالسين والله العظيم. من بعد بعدا نقول لكم واحد القضيه، من بعد الا نتوما مهتمين بهذه القضيه ديال اليوتيوب، الناس اللي عاد جداد يبغيو يدخلوا يديروا قناه اولا، بغيتوني نعاونكم على الرسول يعني ما كاين حتى مشكل، زعما نشارك معكم بزاف المعلومات اللي يقدروا ينفعوكم كما انايا حتى انا نفعوني فاش يلا حليت القناه ديالي. الا نتوما مهتمين بهذا الامر قولوها ليا. كاينه حاجه واحده اخرى اللي هما هاد الروايح البنات، غادي بغيت نشاركهم معكم كما كتشوفوا. هادو روايح اوريجينال، يعني راه عندي الروايح مدرحين وعندي الروايح الاوريجينال، كنفرق اشنا هي الريحه اللي ميتاسيون وكنعرف اشنا هي الريحه اللي اوريجينال. هادو اوريجينال اوريجينال زوينين بزاف، جربتهم صدقوا ليا من داك الشرفيع. هادو تا هما توصلت بهم غير كادو من عند واحد السيده اللي كتبيعهم، كتجيب بحال هكا الروايح اللي كيكونوا صغار ديال 333 امل كما كتشوفوا. خديت انايا اليان، خديت لابتيت غوب نوار، غادي نعطيها لختي حيت كتحمق عليها. خديت هادي صراحه ما اختاريتهاش، صيفطاتها ليا هي على ذوقها بلاتي نشوف شنو سميتها. هادي ديال ديور، هادي صيفطاتها ليا على ذوقها ماشي انا اللي اختاريتها. بقات وحده ثالثه قالت لي نصيفط لك على ذوقي، قلت لها ماشي مشكل. وخديت سي، هادو غزالين ريحتهم فنين. هادي ديال وقيت البرد هي، وهادي هاد جوجات يعني غينفعوكم فهاد الوقيت البرد، زوينين بزاف خصوصا انها هي وقيله دايره ليهم ما عطوش 130 ولا والله ما عقلتش شحال دايره الثمن ديالهم. المهم انا كما قلت لكم ما خلصتهمش، هادو غير توصلت بهم. ريحتهم كتحمق زوينه بزاف. بالنسبه لهاد السيده هي غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها، تضربوا طليله عندها تشوفوا شنو كتجيب. كتجيب دي زارتيكل تاعي اللي زوينين بزاف، خصوصا ان هادو ينفعوكم البنات في السيك ملي كتهزي صاك كتبغي تخرجي. انا بعدا ما كنحمش نهز معايا دوك البارفانات الكبار، ما كيعجبنيش نهزهم معايا في الصاك. هادي كتهزيها كتلوحيها في صاكك، براتيك وش حاجه اللي صغيره ترشي منها، وهذا زوينه بزاف. انا كان عندي بزاف من بحال هادو، راه يلاه تقاداو ليا وصيفطات ليا السيده هادو، تما غادي ينفعوني صراحه كما قلت لكم كيعجبني انا، خصوصا الا كنت مسافره ولا كنت خارجه ما كنبغيش نتقل بالبارفانات الكبار، كناخذ هادو وكنتهنى. هذا ما كان، غادي ندوز دابا باش نشارك معكم اشنو خديت قبيله فاش كنت خارجه. اول حاجه غادي نشاركها معكم البنات اللي هي واحد الروايح اللي خديتهم من زارا. بالحق هادو ماشي ليا، هادو خديتهم لراجلي. صراحه الثمن ديالهم كان رخيص بزاف كما كتشوفوا، 199 درهم. كتعرفوا ان الروايح ديال زارا كيكونوا ناقصين في الثمن بزاف، لا ديال العيالات لا ديال زعما لا ديال البنات لا ديال الرجال، وكيكونوا زوينين يعني كطيحوا بعد على شي ريحات اللي غزالين وكيبقاو بزاف. يعني كما قلت لكم هذا باك اللي فيه جوج ريحات، ريحتهم كتحمق. هادو خديتهم كما قلت لكم على ود راجلي حيت عجبوني وخديتهم ليه، شفتوهم بحال هكا. صافي هادشي اللي خديت من زارا ومن عند يان اندوان كما كتشوفوا. خديت من عندهم واحد الشميعه، شمعه كبيره البنات الشميعه كبيره اللي غزاله غزاله. ديجا كاينه عندي وحده، كاينه عندي وحده صغر منها، وخديت هادي كنوريها لكم بريحة العود. شو دابا راكم عارفين وقت البرد كاين غير ريحه العود وريحه البخور ودوك الروايح المجادي، شتو شوفوا الشكل ديالها شحال غزال. ما عرفتش واضح لكم قداش ولا لا، باش نوريكم الاخرى اللي صغر منها باش تعرفوا الحجم ديالها قداش.
شتو كاينه هذه الصغيره، هذه خديتها دايرين بروموسيون حتى هما بالنسبه لي انا ندوان. هذه كانت ب 199 درهم، 199 درهم اه، وخديتها بالثمن ديال 150 درهم وقيلة، ولا المهم شي حاجه بحال هكا. المهم كانت ناقصه، فهمتوا، ناقصه في الثمن، ناقصين فيها وقيلة شي 20% اللي كانوا ناقصين فيها. وغادي نوريكم اشنو خديت من عند مافي. كما قلت لكم البنات، مافي ما دايرينش لي سولد نهائيا، ما عندهم لا بلاك فريداي لا حتى حاجه. خديت من عندهم هاد السويك، صراحه خاصني ساك في الكحل، ما عنديش كاع، عندي واحد الساك في الكحل اللي عندي هو ماشي في هذا الشكل، يعني صغيور، وقطعت لي السلسله ديالو، وما عنديش كاع شي ساك في الكحل. وكتعرفوا ان النوار تقدروا تهزوه مع اي حاجه كيما كانت، داكشي علاش خديت ساك في النوار تقريبا بحالو، قريب داك الساك الاخر الكحل الاحمر اللي خديت من عندهم داك النهار. بالحق هذا في الكحل هذا نقدر نلبسو مع اي حاجه. خديت حاجه واحده اخرى اللي هو واحد من عند مافينيت، خديت واحد لي بوت حتى تعطيوني الراي ديالكم فيه كيفاش جاكم، في البوردو بحال هكا. صراحه انا البنات بالنسبه للمافي كيعجبوني صببتهم ولي بوت ديالهم، صنادرهم كيصدقوا لي زوينين، كناخذ من عندهم ديما، عندي لي بوت شي عامين، هذه واخذاهم من عندهم وصدقوا لي من داك الشرف زوينين، ما تيخسروش دغيا ما حتى حاجه. بالثمن ديال 299 درهم كما كتشوفوا، ها هو الثمن ديالهم هنايا. خديت نمره 39، بعض المرات كاين شي حوايج كنلبس فيهم 39 وكاين شي حوايج كنلبس فيهم 40، حيت انا طوله رجليا كبار شويه. المهم حتى تعطوني كيما قلت لكم الراي ديالكم، تقولوا لي كيفاش جاكم، واش زوين ولا لا. هذا خديته على ود واحد المونطو اللي غادي نشاركو معكم دابا حتى هو. كيما هو ها هو هذا المونطو البنات اللي خداته ليا صاحبتي، تحيه لك من هنا يا صديقتي الجميله اللي خسرات الرهان كي تنقولوا. كيما قلت لكم البنات كنت خاطرت انا وياها على شي حاجه وصدقت انايا اللي عندي الحق ماشي هي وقالت لي اللي خسرات فينا غادي تشري الاخرى لبسه. داكشي علاش فاش مشينا لمروه اختاريت هذا المونطو، هذا صراحه حمقني اللون ديالو، عجبني بزاف، كيجي كي بحال هكا وسخون يا البنات ديال هذو قيت البرد. شتو كيفاش داير فهاد واحد نيود، ما عرفتش واضح لكم مزيان في الكاميرا ولا لا، وفي هاد الزغيبات من هنا كتعجبني انا، اي حاجه فيها بحال هكا كتجي انيقه في اللبسه. هو قريب تقريبا هذاك الكري اللي كنت خديت داك النهار نيت من مروه. هذا نت كان الثمن ديالو داير شي 9000 وشي حاجه، شي 9000 وشي حاجه، 9400 هكاك تقريبا داير، ولكن كيجي كيحمق في اللبسه، فيه جويبات من هنايا كما كتشوفوا. و اسمحوا لي حتى بالنسبه للحوايج ديال مروه انا كيصدقوا لي غزالين كيعجبوني، راكم كتشوفوا معايا مروه هي منين كنتقدى انا ديما، يا اما مروه يا اما السوق، هما هادو هما جوج ديال الحوايج، جوج ديال البلايص اللي انايا كنتقدى منهم. وشنو خديت مازال، وخدت لي سروال واختاريت هاد السروال هذا كما كتشوفوا حتى هو نيت من مروه، حيت اتفقنا باش اللي ربحات زعما تشري الاخرى لبسه كامله كما قلت لكم. السروال ما عقلتش البنات شحال خديته، راه ما عرفتش انا هاد مروه ديال اكادير علاش ما كيخليوش تيكيتات في الحوايج، ما عرفتش، راه اللي كيتقدى من مروه غيعرف هاد القضيه باللي التيكيتات اللي كيكون فيهم الثمن راه ما كيبقاوش نهائيا لاصقين في الحوايج. هاد السيستيم كاين غير هنا في اكادير ما عرفتش علاش، ما في بلايص اخرين كازا مراكش بزاف البلايص ما كيخليو لك زعما الثمن باش شريتي لي زارتيكل من عندهم. هذا ما كان الغزالات ديالي، غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا على التشجيع ديالكم ليا، وشكرا على ثقتكم فيا. كنتمنى انكم دوزتوا معايا اليوم نهار زوين، بحال ديما عجبكم الفلوق ديالي ما تنساوش انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم كيفرحوني بزاف بزاف، وانكم تخليو ليا كومونتير. كنحاول البنات كنحاول انني نجاوبكم كاملين، واخا زعما ما كنقدرش انني نجاوب الناس كاملين، اعذروني. وحتى بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا ليا في الانستغرام علاش ما كتجاوبيش، علاش عذروني البنات، راه مستحيل مستحيل، عرفتي شنو هي مستحيل، انني واخا نجلس 24 ساعه حدا التليفون انني نجاوب الناس كاملين، راه كيجوني بزاف ديال الميساجات. انا من وحده يعني ماشي غير انا، اليوتيوبرز كاملين يعني عندهم هذا المشكل ديال انه كيعانيوا، علاش ما كتجاوبيش، علاش ما كتجاوبيش، واش متكبره، واش هذه، راه نهائيا الا ما جاوبتش عرفوا انني غير ما شفتش الميساج اولا ما قدرتش انني نجاوب الناس كاملين. اما ماذا بيا انني نجاوب الناس كاملين، نعطي لكل واحد وقته، حيت كما كنقول ديما يعني نتوما هما الناس اللي كيشجعونا اللي كيدعمونا اللي بلا بكم يعني ما كانتش تكون هذه القناه. داكشي علاش نعاود نشكركم ونقول لكم شكرا بزاف، والهلا يخطيكم علينا، وطلعوا لي فرصكم، وصبحوا على خير، ما تنساوش انكم تدخلوا لاشين ديال خواتاتي غزلان، و
وفاطمه غنخليهم لكم عاوتاني في صندوق الوصف باش تدعموهم، ونقول لكم الغزالات صبحوا على خير، حتى الغد ان شاء الله غادي يكون نهار جديد وفلوق جديد.